السلام عليكم. اليوم نستعرض مشاريع تاع السكك الحديديه في الجزائر، وهذه منذ يعني السنوات القليله الماضيه اللي يعني راهي قيد الانجاز، ما زالت البعض منها انجزه والبعض الاخر راه ما زال قيد الانجاز في عده ولايات من الوطن وخاصه الولايات الجنوبيه. اذا في هذا الاطار نتبع هذا التقرير الهام من انتاج الاذاعه الوطنيه لإدارة التلفزيون الوطنية حول منجزات الجزائر في ميدان السكك الحديدية. والسلام عليكم. لم تكن يومها جملا، وإنما كانت التزاما لتتسارع الخطى وتصبح شبكة النقل بالسكك الحديدية مشاريع مهيكلة استراتيجية وواقعية حولت الالتزامات إلى إنجازات. السكة الحديدية أنا التزمت بها، ترسخ الوحدة الوطنية، ترسخ الوحدة الترابية، تسمح لنا باش ندخل بالاستثمار في أعماق الجزائر. تأتي الفرص حيث توجد التحديات، والتحدي اليوم هو إنجاز أكبر شبكة للسكة الحديدية في تاريخ الجزائر بطول 15,000 كيلومتر تربط بين 54 ولاية. الورشات حاليا تجسد 6500 كيلومتر من الخطوط الجديدة عبر أربعة مسارات استراتيجية، هي الخط العابر للصحراء، خط الهضاب العليا، الخط المنجمي الشرقي، أما رابع المسارات فهو الخط المنجمي الغربي. مشروع استراتيجي عملاق وضع السيد رئيس الجمهورية حجر أساسه ليؤسس لقطب اقتصادي جديد بمنطقة الجنوب الغربي. هذا قلت لك إنجاز عظيم جدا، هذا أيضا إنجاز تاريخي، مشروع زين دارونا الرئيس الله يعمره. واحتراما للالتزامات مع المواطنين، سلمت وكالة أنسريف هذه السنة 710 كيلومتر من المشاريع الجديدة على محور بوغزول تسمسيلت، محور تيرت فرندا، ومحور بوغزول الجلفة الغواط. إن شاء الله هذا القطار يكون قاطرة للتنمية المحلية بالولاية، مكسب للبلاد نفتخر به. تيقنا بالدور الرئيسي للنقل في التنمية، حققت الجزائر 141,716 كيلومتر من شبكة الطرق، منها ما أدرجها السيد رئيس الجمهورية ضمن برامج تنموية تكميلية مع دراسة وتعزيز الطريق السيار شرق غرب. هذا الطريق جنجن العلمة من الأولويات الأولويات. نقصت ياسر معاناة وتعب على المسافرين، صرت اللي رام رايحين عين صالح وأضراره، واللي رام رايحين تمرست. بنية تحتية هامة يحلها النقل بشبكة نقل عصرية للتراموي وتوسيع خط مترو عبر مسارات مهمة. المشاريع اللي راهي في قيد الإنجاز هي امتداد لخط مترو الجزائر من الحراش للمطار الدولي، وامتداد من عين نعجة نحو براقي. النقل عبر الكوابل تعززها أيضا المصاعد الهوائية، فبالمشاريع الجديدة تحتل الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا في النقل عبر تليفيريك ب18 خط عبر 8 ولايات. غتروح تقبض سولتو شغلي تتسويت عتيرات كوكاني. شوف ملي داروا زعما نشطة نيشان، مام هنا يجوا كاع من الولايات يجوا هنا يحوسوا عندنا. مرافقة للمتعاملين الاقتصاديين، قدرات كبيرة يوفرها الشحن للتصدير نحو أسواق جديدة بفتح خطوط بحرية تجارية نحو دول شرق إفريقيا ودول الخليج. بلادنا يعني معظم التبادل التجارية الخارجية يعني 75% منها يتم عن طريق الموانئ. خدمة تضمنها 13 سفينة بعدما تعززت بسفن جديدة لنقل المسافرين والبضائع. نفتح إن شاء الله خطوط جوية مع كل العواصم الهامة الإفريقية، لأن من العيب والعار أن جزائري باش يمشي لداكار يمر على باريس ولا يمر على، لازم اتصال مباشر. توجيهات كانت كفيلة بأن تفتح خطوط جوية جديدة في ظرف وجيز تربط الجزائر بعواصم إفريقية وتعزز انتماءها لهذه القارة.
ماذا بينا هنايا نشوفوا نزوروا هكا افريقيا بلادات هذو اللي فتحتهم منا الجزائر. المطار هو مطار محوري، عندنا الوجهات الى شمال امريكا، عندنا الوجهات الى دول افريقيه، عندنا الدول العربيه، عندنا المشرق العربي، عندنا كل اوروبا تقريبا. تطور حقيقي عرفه الشحن السريع للسلع ليرافق تطلعات المصدرين. راه تسهيل 100% ولا غير في 4 ساعة تخدم الوثائق تاعك. السيد الرئيس حريص على التكفل الأمثل بتنقلات المواطنين ويؤكد على تلبية طلباتهم وخاصة ما يتعلق منها بالرحلات الجوية إلى جنوبنا الكبير. التعليمات تنفذ في ظرف وجيز بعد أيام فقط من زيارة السيد الرئيس إلى ولاية تندوف، بإضافة رحلة جوية جديدة تربطها بأضرار والجزائر العاصمة ابتداء من 17 ديسمبر، لترفع عدد الرحلات تدريجيا خلال الأسابيع القادمة. الشيء اللي وعدنا فيه في الحملة راه يجسد حرفيا وجزاه الله خير. بين مشاريع مهيكلة استراتيجية وهياكل قاعدية كبرى وبنية تحتية سيادية، الجزائر تتبوأ الريادة والصدارة بشبكات النقل في حيزها الجغرافي تؤهلها بذلك لتكون منطقة عبور نشطة ومحور نقل حيوي في عهد تحقيق المكتسبات.